أولا مشكورين على الاستضافة الطيبة. وجهنا سمو رئيس المركز الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الله يحفظه أن نركز على المبادرات المعنية في تعزيز الشباب بارتباطهم في الهوية العربية. وبناء على ذلك أتت مبادرة سفراء التسامح تجسيدا لهذه التوجيهات، حيث مبادرة سفراء التسامح قامت بالتعاون مع وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة لنركز على أهمية تعزيز قيم التسامح والسلام والأخوة الإنسانية بين في المجتمعات العربية، ولقياس مدى انفتاح الشباب على أقرانهم من الشباب في المجتمعات العربية الأخرى. المخيم التدريبي ينطلق اليوم لمدة 3 أيام من الورش العمل والتدريبات المكثفة مع القادة وصناع القرار في مجال التسامح، ومع الشركاء مثل الدوليين والمحليين مثل مؤسسة روس كاسل فاونديشن، وورد كونسل اوف تشيرشز، ووزارة التسامح ومركز الأبحاث. من أهم مخرجات مبادرة سفراء التسامح أن نحن نمكن الشباب في تمثيل دولهم ومجتمعاتهم العربية وإشراكهم في المحافل الدولية لتعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام في المحافل الدولية والإقليمية.